الحقيقه احنا بنعمل ما يسمى بالقوافل، قوافل المساعدات للقرى الفقيره، غالبا مركزين في صعيد مصر. والحاجه اللي احنا قدرنا يعني الصدمه الوحيده تواصلنا معاها مع المحليات كانت عن طريق العمد الحقيقه، وقد ايه الناس دي عندها قوه وسلطه ان هي ممكن توقف لك اي حاجه لو ما راعتهمش في التنظيم. كان عندنا بعض الترتيب مع الامن طبعا، حسب كل قريه وكل عمده بيشوف ممكن نخش فين ما نخشش فين. لو قدرت تجيب الحل الامثل في طريقه التعامل معاهم هتعرف تخلص امورك يعني. ولكن الحقيقه في شكل من اشكال عدم العداله في الخدمات المحليه. الواحد بيتعامل لما يتعامل في وجه بحري غير لما يتعامل في الصعيد وجه قبلي، والمطالب مختلفه وكل حاجه مختلفه، ولكن للاسف الكبسوله واحده. يعني المحليات او الجهات اللي هي المنظمه للخدمات تقريبا بتقدم الحاجه زي بعض. مش هنقعد نتكلم بقى على ان هي جوده ضعيفه وخدمات منعدمه، انا كل الناس بتقول كده، ولكن انا رايي الشخصي ان الناس تفتقد للافكار المحليه، الناس تفتقد للمبادره. في كتير قوي بتبقى حاجات ناقصه بس ان حد يقوم ويعرف يقدر يبادر. يعني استخدام المنظمين واستخدام المؤتمرات واستخدام الصحافه واستخدامكم انتوا لكلمه الشباب المحلي او الشباب بتحسسنا ان الشباب دول كائنات فضائيه، وان حق العيش بيبدا من عند 55 سنه. الحقيقة ان يمكن انا بتكلم على مصر وبتكلم على التجارب اللي قامت فيها ثورات، هي قامت عن طريق الشباب دول اللي هو قرر يتخانق مع هذا الجيل اللي معرفش ان هو يعمل له الخدمات بتاعته فقرر ياخدها بالدراع. فانا شايف ان لازم تحصل مبادرات من الشباب عشان ازاي يقدروا يدمجوا الجيل الاكبر، وهنساعدهم والله، هنعمل حاجات كويسة ليهم كتير. ومش كل حاجة نحاول نشرك الشباب، لا، ده احنا نحاول نشرك الكبار او كبار السن. يعني مصر تفتقد الى ابسط انواع الحوار بشكل عام في كل حاجه، المحليات اكيد جزء منها. فكره ان الواحد يرجع او يضيف للمجتمع بتاعه مش موجوده، منعدمه، لان مصر تتمتع للاسف بلا مركزيه عقيمه جدا. فانا مش قادر احس ان الخدمه اللي هقدمها للشارع بتاعي او للحي او للمنطقه. فكرة الحي والمنطقة والمدينة والمحافظة والقرية مش موجود، منعدم في مصر، نتيجة ان الناس كلها شايفة، يعني خلينا نبقى صراحة اكتر، الحكومات بتركز مع decision makers او الناس اللي هم اخذ القرار، تركز مع الفئة اللي تقدر تاخد قرار وبتنسى الباقي. فانا ليه هروح اعمل خدمات في منطقة وانا عارف الناس دي ما عندهاش بطايق او ما عندهاش اصوات كتل تصويتيه او تقدر تشكل شكل باشكال الضغط؟ فبتروح للناس اللي هتاثر، المدن الكبيره، القاهره والجيزه، اسماعيليه، اسكندريه. انما الصعيد للاسف دوله تانية خالص، والحوار بشكل عام منعدم. يعني في مصر، مصر دوله كبيره جدا، واللي عايز يعمل حاجه هيعرف يعملها. يعني انت لو نزلت في ادغال وقرى ونجوع الصعيد، لا، انت هتعرف تعمل حاجه، هتعمل حاجه محترمه ومحدش هيسال عليك، بس حد ياخد المبادره. ده مش معناه الدوله بتساعد، بس الدوله مطنشه. انما الفكره انت عايز بعد ما تعمل انت الحاجه وتتعب فيها، قدرتك بقى انك انت تدي الحاجه دي لمسؤول حكومي عشان ياخد، يجي يقص شريط وياخد بوستين وحضن والدنيا لطيفه وكله تمام يا ريس. لو قدرت انت تتنازل انك فاهم تعمل العمل ده للمجتمع ده بغض النظر بقى الراجل ده هو هيجي يقص شريط، لا، هتعرف تعمل حاجه. التطور في اخر 6 سنين كان عظيم، وجود الفيسبوك وشركات التواصل الاجتماعي ساعدت كتير ناس تبدا تبادر وتعمل حملات وتجمع ناس. وشايف ان لا، اللي جاي هيبقى في مساحات اكتر وفي حاله من حالات الضغط على السلطات. الفكره بس ان احنا نقدر نعرف دور كل واحد، يعني نعرف ايه دور الحكومه، دور المحليات، دور المجتمع المدني، دور الحركات الضغط. لو قدرنا نوصل لهذا الاطار من التعريفات المظبوطه، هنعرف نعمل حاجه يعني ترجع للناس على المستوى المحلي.